صباح الخير لكم أصدقائي المشاهدين، مع بداية حلقة جديدة من مشاكل وحلول. بتعز علينا كل يوم نقول مشاكل. طبعا المشاكل عم تكتر وعم تكبر وللأسف بغياب الحلول. البعض يبرر وبيقول أنه غياب الحلول قد تكون لأنه الإمكانيات غير متوفرة، ولكن في كتير مشكلات بدها قرار واضح صريح وجريء لحتى نتوصل إلى حلحلة موضوعية لكثير من المشاكل. مع ضيفنا اليوم رح نضوي على جولته الأوروبية يلي كانت طبعا جولة مهمة كتير. زيارة المفوض الأوروبي كانت هدف لشرح التحديات المتعددة يلي عم بيتعرض لها القطاع الصحي والطبي بلبنان. بصوت عالي طالب الإسراع بتقديم الدعم للبنانيين، لأن الوضع الذي آل إليه القطاع الاستشفائي والصحي بخاصة بعد استنزاف طاقته البشرية والاقتصادية حجب عن المواطن اللبناني، حجب عني وعنك، عنك وعن غيرك وعن الجميع بهذه المرحلة حقنا بالحصول على الحد الأدنى من الخدمات الصحية الاجتماعية، فينا نقول تربوية وغيرها أيضا من الأمور المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما بعد ما ذكرت تقارير موثقة أنه نسبة الفقر عندنا بلبنان بلغت يمكن أكثر من 80%، فينا نقدر نزيد اليوم أكثر. هذا يعني عجز المواطن اللبناني عن دفع تكلفة العلاج الأولي، لاسيما بعد أن باتت الدولة بأجهزتها الضامنة عاجزة عن تغطية الفاتورة الصحية وعدم إمكانية المواطن من تحمل الفاتورة الصحية التي تدولرت بفضل التطورات الاقتصادية الأخيرة. ما في أهم من هذا الكلام لضيفنا أنه نبدأ معه هو المقابلة تحت نقول قديش هو يسعى مش بس على صعيد لبنان، العالم كله يقدر يخفف من هذه المشكلات ويقول يا جماعة هذه هي الحلول تفضلوا قروها. البروفيسور يوسف فخاش نقيب أطباء لبنان في بيروت، نقيب أهلا وسهلا فيك. صباح النور وصباح النور لكل المشاهدين. يعني اليوم بهذه الأطلالة نحن منلاحظ يعني المشكلات قائمة، أنت عم تسعى مش بس بلبنان ولكن في الخارج تقدر تساعد بحلول، ولكن هدف جولتك الأوروبية يا ريت بتحكينا عنها حضرة النقيب تحديدا. أكيد تنضوح أكيد، يعني يمكن إذا منرجع لدور نقيب الأطباء يمكن هيدا الاهتمام ومنه بصلب اهتمامه، ولكن نحن وقت مننطلق ومنشوف وجع المواطن بشكل عام هيدا بحملنا مسؤولية، وهيدا اللي الدافع الأساسي اللي كان وراء التحركات السابقة اللي قمنا فيها بفرنسا وبألمانيا والتحرك الأخير اللي قمنا فيه صوب الاتحاد الأوروبي. كان عندنا جولة واسعة ببلجيكا، بلشت بوزارة الصحة البلجيكية، كملت بمكتب العلاقات الخارجية البلجيكية والشرق أوسطية بوزارة الخارجية البلجيكية، انتقلنا إلى المفوضية الأوروبية لشؤون الإنسان وللمساعدات، نعم، كما إلى البرلمان الأوروبي، وبعدين التقينا بالكوادر الطبية حتى بالسفارة كان لكم اجتماع بالسفارة، نعم، مع الكوادر البلجيكية من أصول لبنانية. نعم. هلأ شو كان هدف هذه الزيارة؟ هدف الزيارة كان أنه نضوي على تحديات القطاع الصحي، ونحن كلنا بنعرف والاتحاد الأوروبي مشكور قام بكتير جهود ليساعد اللاجئ السوري بلبنان، وبعده لحد اليوم عم بيساعده من الناحية المادية والتغطية الصحية. ولكن اليوم نحن مع الأسف بهالعبء اللي صار على لبنان من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، هيدا أثر على كل الخدمات الصحية اللي هي لازم توصل للمواطن اللبناني، وهيدا كان نحن دورنا أنه نضوي اليوم على حاجة اللبناني لهيدي الخدمات. هلأ بشكل عام كان كلهم جواب واضح، ومع الأسف اكتشفنا أنه يمكن مش كتير محبز باللبنانيين اليوم، لأنه من حزيران 2022 في هنالك عقوبات غير معلنة على لبنان، نعم،
ليش؟ لأنه كله بيقلنا بلشوا أنتوا بالإصلاحات، بنرجع لنفس حتى نقدر حتى ونحن حاضرين لحتى هذه بلشت نقطة المرفأ يمكن كمان. ولكن اليوم من الناحية الصحية الاتحاد الأوروبي عارف المشكلة اللي نحن أكدنا له عليها، عندهم الأرقام وعندهم النية وبلشوا يساعدوا. ونحن كملنا هذه الزيارة أسبوع الماضي بالمفوضية الأوروبية بلبنان ومسؤولة القطاع الصحي. اليوم نحن لحتى نقدر نوصل لنتيجة ونشوف كيف نقابة الأطباء فيها تلعب دور والقطاع الطبي ضمن هيدي حملة مساعدات اللبنانيين. نحن بنعرف اليوم أنه مثل ما ذكرت أنه مع الأسف نسبة الفقر تخطي 80%. اليوم المواطن اللبناني عنده مشكلة بالتنقل، عنده مشكلة أنه يوصل للحكيم، اليوم عم بيتوجه كله لمراكز الرعاية الأولية والمستوصفات. هلأ هيدي فرصة بدنا نحن نستفيد منها لنقوي مراكز الرعاية الأولية ونوعية الخدمات اللي عم تتقدم فيها، لأنه إذا منتطلع على طريقة تنظيم القطاع الصحي بالدول الغربية، المريض بيتوجه عند الطبيب العام، عند طبيب العائلة اللي هو 80% بيحل له مشكلته، ومن ثم بيوجهه عند الاختصاصي إذا هنالك حاجة. نحن عنا بلبنان العكس، نحن ما عنا إلا اختصاصيين، يعني نحن رح نستفيد عنا بس نسبتهم 7% وقتها هي لازم تكون 45%. في كتير فرق. يعني نحن اليوم لازم ندعم هذا القطاع، لازم نشتغل مع منظمة الصحة العالمية ومع كليات الطب لحتى ندعم هذا القطاع ونعلي نسبة الطلاب أنه يتوجهوا صوب هذا الاختصاص، كما أنه نشتغل على رفع مستوى العناية. وفي جهود من وزارة الصحة صريحة، اليوم منظم الاتحاد الأوروبي عم بيدعم 60 مركز رعاية أولية. نحن اليوم شو فينا نقدم؟ نحن كنقابة أطباء نحن عم نقترح أنه اليوم بكل محافظة، نحن بنعرف بالمستشفيات الجامعية بالمستشفيات الجامعية هنالك مراكز رعاية أولية تابعة لمين؟ لوزارة الصحة؟ تابعة تحت، هي تحت مظلة وزارة الصحة، ولكن الإدارة تابعة للكلية ولا المستشفى الجامعي. أوكي. يعني الخدمات الطبية اللي عم تتقدم بالمستشفيات بهول المستشفيات الجامعية تؤمنها هذه المراكز؟ بتأمنها المستشفى الجامعي، يعني مع طلاب عم بيدرسوا طب عائلة. نحن يعني فينا نعتبر أنه هودي النخبة بين مراكز الرعاية الأولية، بس ما بدنا ينقلع بيتعلموا فينا. لا أكيد لا. العمل اللي عم بيصير فيهم هيدا عمل مهني، وفينا نحن نرتكز عليه لننقل هيدي الطريقة وهيدي الصورة وهيدا الموديل ننقله على المحافظات لحتى كمان نقدر نرفع من مستوى الرعاية الأولية. طب في مراكز الرعاية الأولية بوزارة الصحة وكتار، مزبوط، في عنا ما في تنسيق بيناتهم في لحد اليوم. لا، في عنا نحن 280 مركز ومستوصفات ومراكز رعاية أولية. أهم شيء تأمين الأدوية، هذه مسؤولية وزارة الصحة. نعم. وهلأ في دعم لستين مركز، ولكن نحن القيمة المضافة اللي بدنا نقدمها بدنا نكون الهيئة اللي بتساعد برفع تحديد الخدمة الطبية وربط هودي المراكز بالأقضية مع المستشفيات الجامعية، لأنه هون نكون فعلا نقلنا الخبرة من العاصمة إلى الأطراف. طب بهذه المرحلة جولتك شو أثمرت نتائج بغض النظر عن الأوضاع اللي أنت شرحتها؟ هلأ طبعا أنت طلبت بالمساعدات الفورية، مزبوط. هلأ إلى جانب هيدي اللقاءات كمان كان عندنا لقاء بالسفارة ببلجيكا، واسمح لي حيي الصديق السفير الحاج علي اللي سمح لنا أنه نلتقي بالأطباء البلجيكية من أصول لبنانية بالسفارة. ونحن منفتخر فيهم، وكلنا منعرف الزملاء شو الإنجازات اللي عم بيعملوها بالخارج. اليوم أكبر مستشفى ببروكسل
هو تحت إدارة لبنانية، وهو هيدا المستشفى الجامعي بعلاقة مع الجامعات البلجيكية. اليوم نحن عم نحضر وثيقة تفاهم وتعاون مع الجامعات ومع هيدا المستشفى لنقدر نفتح مجال ضمن بروجرام ومنح دراسية لتلاميذنا هون. نحن مثلا بدي اخذ مثلا، نحن بحاجة الى اطباء طوارئ. اليوم نحن جامعاتنا عم بتخرج، ولكن هالأطباء كتير منهم عم بيسافر، والبعض منهم عم بيضل بلبنان، وهو بحاجة الى تمرين و وتعليم. يعني قربنا على الهجرة، هيدي اللي انت عم بتحاول تمنع الموسم الثالث منها، والهجرة الثالثة. الهجرة الثالثة يعني احنا اليوم منعرف انه اذا في عنا نقص كبير بأطباء الطوارئ. المستشفيات ببيروت عم تقدر اليوم تنظم وضعها، ولكن المشكلة هي بمستشفيات الأطراف. بقى لنقدر نساعد هالمستشفيات، نحن الأطباء اللي هن موجودين أو حابين أنه يتخصصوا بطب الطوارئ أو يتمرنوا، نحن رح نفتح لهم مجال أنه ضمن منحة دراسية أنه يتوجه على بلجيكا لفترة سنة، يشتغل بمركز طوارئ، يتمرن، ياخد شهادة، ويرجع ليقدر يخدم المجتمع اللبناني. بقى إلى جانب كل التحركات اللي عملناها بالاتحاد الأوروبي، كمان هيدا اللقاء كان مثمر ويمكن يجيب نتيجة بسرعة أكثر. يعني النتائج أمتى بنقدر نلمسها بلبنان؟ نحن قريبا، يعني هيدا هي وثيقة التفاهم عم نشتغل عليها، إلى جانب أنه نقدر نحصل على مساعدات وعينات وتجهيزات طبية. نحن بنعرف أنه قديش اليوم المستشفيات بحاجة لها، لأنه مش عم تقدر تجدد المستلزمات الطبية تبعها من أجهة سكانر ومر آي وماموغرافي. طب معقول يعني فوت على مستشفى لك ما عندي؟ مزبوط. اليوم نحن هيدي المستشفيات الجامعية برا مع الأسف عندها تجهيزات بدها تجددها، ولكن التجهيزات القديمة بعد فينا نستفيد منها ونستعملها، وهيدي يمكن بأسرع رح نقدر نستفيد. هي بيت بتجي ولا مدفوع حقها بشكل أقل؟ لا، هيدي لازم تكون مجانية. مجانية لأنه هني بالأساس رح يتخلوا عنا بالمستشفيات برا. طب اليوم يعني انطلاقا من هذه الهجرة نقيبي اللي انت هلأ عم تحكي عنها، البعض بيقول انه هجرة الأطباء سببها مالي نقضي بامتياز. أكيد. البعض الآخر بيقول لا، انه قد تكون لأنه عم بيصير في تعديات على الطواقم الطبية، ما عم بيكون في ردع، ما عم بيكون تعددت الأسباب. والنتيجة واحدة يعني. نعم. اليوم أهم شيء شو هو عندك؟ بعتقد أنا السبب الأساسي هو السبب المالي. نعم. ونحن بنعرف أنه أول موجة هي صارت بعد الانهيار. كنا كلنا عايشين، ولكن وقبل الانهيار كان الأطباء بالخارج كانوا يتوجهوا على لبنان. هلأ اليوم المشكلة الأساسية مالية ومادية بامتياز. نعم. ومع الأسف إذا بدنا نحكي الأشياء مثل ما هي، اليوم الطبيب اللبناني اللي كان ما كان يقبل أنه يروح على الخليج بمعاشات عالية، اليوم عم بيقبل بتلت المعاش، عم بيقبل يروح على الخليج يشتغل. هيدا شو معناتها؟ معناتها أنه اليوم في أزمة مادية عند الزملاء. ونحن عم نشوف اليوم الوضع عندنا بلبنان كله عم بيروح على الدولة، إن كان المحروقات، إن كان السوبر ماركت، إن كانت الكهرباء، كله اليوم والفواتير كله والتليفون كله على الدولار. قرارات منا سهلة. يعني اليوم نحن مبارح كان عنا اجتماع مجلس نقابي لحتى نعطي توصية بالحد الأدنى من بدل أتعاب الطبيب. ما متفقين أنتم مع شركة التأمين؟ لا، هيدا كبدل أتعاب بالعيادة. يعني اليوم الكونسلتاسيون اللي بياخدها الطبيب بالعيادة باللبناني ولا بالدولار؟ اليوم راح نطلعها بالدولار، ولكن المريض بيدفعها باللبناني على سعر الدولار بالسوق الموازي. يعني إذا اليوم 100 90 يعني اليوم نحن رح التعميم رح يطلع بأول الأسبوع، ولكن نحن متوجهين لبدل معاينة الاختصاصي $25 والطب العام $20. يعني بنرجع بنوضح للناس اللي عم بيتابعونا يعرفوا انه انتم بعد اجتماعكم شو رح يصير. رح نعمم انه هيدا التوصيات مجلس النقابي انه الحد الادنى هو للاختصاصي $25 وللطبيب العام $20، ولكن المادة 9 من قانون الاداب الطبية بتقول انه على الطبيب انه ياخد بعين الاعتبار الوضع
الاجتماعي والمالي وقدرة الحكيم الطبيب باردون قدرة المريض انه يقدر يدفع. يعني معناته ولو هيدي توصية هيدي ما بتجبر الحكيم انه يستوفي $25 فيه يشوفه $5 $10 وفيه يشوفه ببلاش. وفي حكمة بياخدوا أكتر حكيم؟ أكيد هلأ حسب الاختصاص وحسب الطلب وحسب أكيد هيدا الحد الأدنى هي توصية للحد الأدنى، ولكن فينا ننزل فينا ما ناخد وهيدا لو فينا نطلع وهذا مسموح لوين فينا نطلع. هلأ هون كل يعني كل شخص هو ضميره هو كل شخص هلأ المخرج عم بيقول لي في حكمة بياخدوا هلأ $60 و $70 هلأ $100 يمكن ببعض المحلات $100 بس كمان بدنا نشوف أي مريض اليوم. أنا بتفهم حكيم إذا إجاني مريض من العراق وجاي خصوصي عند دكتور بخش لأنه هو الاختصاصي الوحيد ورح يأمن له هيدي الخدمة الفريدة من نوعها، أنه يمكن اسمح لحالي أنا أو غيري أنه علي بدل الأتعاب تبعي. ولكن بنفس الوقت أنا عم بحكي عن حالي بنفس الوقت وبالجامعة الأمريكانية أنا مع أنه بدل الأتعاب هو معلن. نحن كل يوم على 10 معاينات في 7 ما بناخدها لأنه المريض الجاي من برات بيروت أوكي. بيجي بيقول ما معي إلا لأرجع على بيتي، وهيدا نرجع نحن نمحي بدل الأتعاب. طب ومريض الضمان سيدي هون شو بيعمل نقيب؟ هلأ مع الأسف مريض الضمان اليوم الضمان عاجز عن الدفع، يعني عم بيعتبروه كسيلف باير، يعني هو بده يغطي ما رفعت عرفته مؤخرا يعني؟ هلأ رفعها ب 2.5 يعني ماشي، بينما الدولار ارتفع 60 مرة. الضمان رفع تعرفته 2.5 وقت الدولار اليوم إذا بعده ب 90,000 ما بعرف، بس إنه الليرة. طب إذا أنت بدك تعمل يعني معاملة لمريض مضمون مع الأسف اليوم الضمان مش عم بياخدوه بعين الاعتبار بالمستشفيات، ومريض الضمان عم بيدفع هو عم بيتحمل. ما بتعمل معاملة يعني أنت بتحط عليه قد إيه أخذت كحكيم ولا لا؟ لا بلا عم نحط مش معاش يطلبوا منا ما حدا عم بيحطوا بنزين أكتر من ما بده يرجعهم الضمان مع الأسف. يعني أنا اللي بفهم منك قلت لي من شوي ما في مريض بيوصل لعندكم ولا يعالج. لا أكيد لا نو 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 هيدا أنا نحن من واجباتنا مع أنه قلنا شهر عم نحكي بهذا الموضوع قديش معقولة نحط بدل التوصية اللي بدنا نعطيها، وقرار منه سهل لأنه كلنا منعرف والمواطن مين؟ ما هو المواطن الحكيم، المواطن هني أهلنا. قرار منه سهل، ولكن اليوم وقت بتشوف الدولة عم بتسعر بالدولار اليوم بدك لحتى تقدر تحافظ شوي من الحد الأدنى من مدخول الطبيب اليوم مجبور تروح صوب هيدا الاتجاه $25 يعني البداية لحتى تحافظ عليه الحد بس بناخد بعين الاعتبار وضع المريض. طب اليوم كل هذه المواضيع بنحكيها منضوي على دور قطاع التأمين وشركات التأمين. مزبوط. في ديل صار بيناتكم، بعض الأطباء بيقولوا هيدا لا يمثلنا، نحن ما بدنا إيه، ما بدنا 50-50، ما بدنا. إلى ما هنالك يقال إنه في مشكل قائم لتاريخه. بعد. صحيح ولا أخبار؟ هلا مبدئياً المشكلة انحلت لأنه أخذنا نحن القرار وراح أشرح لك شو كيف تطورت الأمور. انحلت من جهتكم أنتو؟ مع الأسف ما وصلنا لاتفاق. هي بس لحتى نوضح بدك يرضيهم هلا لنرجع بس لحتى نفهم فضل. الرأي العام أوكي. اليوم القانون شو بيقول القانون؟ بيقول انه على الحكيم وعلى المريض هني بيحددوا بدل الأتعاب. يعني اليوم انا اذا عندي عملية جراحية انا بجي بقول هيدي العملية الجراحية انا بتسوى $100 وانا القانون بيقول لي تستوفي مباشرة من المريض. خلينا نحكي بالارقام الحقيقيه هيدا قديش بياخذ الحكيم $100 مزبوط فرق حسب. لا خلينا نحكي بالارقام مش فرق عم نقول نحن قيمه العمليه مثلا بدي اعمل عمليه زايده أوكي. هلا بال2010 صار في تفاهم ما بين نقابه الاطباء وشركات التامين 2010 انه المريض الطبيب بياخذ اتعابه عبر شركات التامين تتحول هي على اللجنه الطبيه وبياخذ اتعابه. هيدا الاتفاق شو يعني بياخد 100% من أتعابه. شو كان ناصص آنذاك؟ أنه كل 3 سنين هيدي التعرفة ترفع تعدل ب 4%
يعني هال 100% اليوم لازم تكون صارت 118%، وهيدي ما صارت. نحن بس لحتى نوضح وين المشاكل، لحتى ما نحصر بس بقصة حكيم عم بياخد فروقات أو مش عم بياخد فروقات. يعني أنا كحكيم أنا بحق لي أخد اليوم بالقانون 118% من بدل الرموز اللي هو موجود بوزارة الصحة، اللي هو معتمدته وزارة الصحة، زادتهم كمان. يعني بدي أقول مثلا رمز عملية الزيد اللي هو 50، هيدا 50 بضربه مثلا $9 مثلا بيطلع لي أنا قديش لازم أخد على عملية الزيد. هلأ إشت الأزمة، إشت الأزمة، انهار البلد أول سنتين بال2021، صارت الأسورانسات تدفع بالليرة اللبنانية، تدفع باللولار، هلأ صاروا كله نفرش مزبوط، إلى أن بأدار الـ2022 مضوا مع مجلس النقابي اتفاقية أنه مناخد بالفريش، لأنه كنا بلشنا نطلع من الدولار إلى الفريش 50% من بدل الأتعاب. نعم. يعني أنا كان بحق لي أخذت 118% رجعت على 50%، وهيدي 50% ما بتوصل 50% لأنه بتتحول على البنك، البنك بياخد عليها 4-5%، يعني بالآخر بتوصل لجيبتي أنا 45% بدل 118. بلشنا نحن مفاوضاتنا مع قطاع التأمين بآب 2022، وأخذت 5 أشهر. نحن شو كان طلبنا؟ نحن طلبنا كان أنه نرفع لل 75% بال23 وبال24 نوصل لل100%. يعني نرفع شو؟ نرفع الرموز بدل الرموز، مش الرموز بدل الرموز، يعني مثلا هل $100 كنتوا تعطوني اياها 50 تعطوني اياها 75، اوكي، وبعدين سنة الجاي نرجع ل100% وبنرجع بنشوف قصة ال 118، الى حين انه كنا رح نوصل ل اتفاق باول السنة. تجي الشركات بتحط بند تأديبي على الطبيب، شركة التأمين عم بتقول انه إذا بيجي طبيب بياخد دولار فوق الـ 75% أنا بحطه على اللائحة السوداء، أنا بدي أدبه، أنا بمنع التعامل معه، بوقف له ملفاته. مش من خلالكم يعني؟ لا 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 لا، هن صاروا على المجلس التأديبي عندكم، هن عملوا مجلس تأديبي لهم، شرحنا لهم، مش ومع أنه بالاتفاق في موجود أنه بدنا نشكل لجنة مشتركة لحل النزاعات. وقصة الفروقات، قصة الفروقات هيدي قصة استثنائية، مش انه اليوم انا على عملية زايدة بياخدوا فروقات او على عملية كاتاراكت مي زرقة بياخدوا فروقات، الفروقات بتصير بطريقة استثنائية على اعمال جراحية نوعية، بيجي شخص بيطلب فروقات لانه بيعتبر انه هيدا الرمز ما بيغطي كل العمل الجراحي اللي بده، أوكي. هو مغطى، يعني مش انه طريقة معتمدة من كل الاطباء، هيدي استثنائية ويمكن بتمثل 3-4% من الأعمال الجراحية اللي بتمثل. اجوا حطوا هيدا البند التأديبي، حكينا معهم وتفاوضنا معهم إلى أن توصلنا أنه يسحبوا، شيلوا البند التأديبي، وكنا رح نوصل بأول الأسبوع أنه نمضي، نكتشف أنه نهار التنين أنه حطوا بند تأديبي غير مباشر. يعني بيقول أنه إذا الحكيم أخذ فروقات، الهالفروقات بتنخصم من فاتورة المستشفى اللي بيشتغل فيها، يعني حطوا الحكيم بمواجهة مستشفى الإدارة، وبتجي المستشفى هي بترجع بتخصمهم، يعني هي بدها تأدي بالحكيم. أوف. يعني رجعنا بدل ما نلقط الدين من نلقط الدين من تاني. بهيدي كمان شغلي غير مقبولة، غير مقبولة. اليوم نحن شو عم نطلب؟ صار في مخالفات لحتى فكروا هيك العام الماضي؟ هلأ بنرجع بنقول في أشخاص بتطلب فروقات، بس اليوم هيدي الفروقات، هيدي بدل أعمال جراحية، هي بالأساس مش مغطاية، لأنه دفتر الرموز اللي هو معتمد بوزارة الصحة هيدا عمره 20 سنة، كان لازم يعدل من 20 سنة. يعني في كتير عملي، مثلا عمليات النضور، عمليات الروبوتيك هيدي مش محطوطة بهيدا الدفتر وتستعمل تعتبر أكيد. يعني من 20 سنة لليوم قديش تطور الطب، نص العمليات منا موجودة جواته، ما بيندفع عليها. يعني بقى أنا كيف بدي وقت بدي أعملها عند المريض، أنا كيف بدي فوترها؟ يعني لنفترض اليوم في عملية الزايدة الكلاسيكية، هيدي معترف فيها، وفي عملية الزايدة بالنضور اللي لنقول بالنضور بتنعمل،
ولكن منا ملحوظة. طب أنا كيف باخد بدل استعمال هيدا النادور وهيدي التقنية الجديدة اللي بيستفيد منها المريض؟ هي عبر طلب فروقات. هلأ الأسيرانس هي عليها تغطيه، هي المسؤولة عن مريضة. بقى وصلنا إلى حيط مسدود لأنه بدهم يأدبوا الحكيم وما بدهم يعطوا حقه. نحن شو طلبنا اليوم؟ نحن طلبنا واضح أنه الحكيم اللي هو صامد بهذا البلد، اللي هو عم بيقدم الخدمات الطبية إلى المريض، هو من حقه يصلوا 100% من أتعابه. طب شو رح يصير هلا؟ نحن اليوم رح يطلع تعميم، رح يطلع هلا بعد الظهر. نحن حذرنا من 15 يوم أنه بعشرة الشهر إذا ما صار في اتفاق نحن رح نروح على استيفاء 100%. نحن منطلب من الأسيرانسات علناً أنه تبلش من اليوم تدفع 100% بدل أتعاب الحكيم، وإلا المريض هو بده يشوف وقت بده ياخد موافقة مسبقة من شركة الأسيرانس، بده يتفق معها هي كيف بدها تدفع عند دخول المريض على المستشفى. وجدنا مشكلة هلأ هون نحن، هيدي عليهم بدها حل، هيدي مزفون ما لشوق لشوق أنا هون. بقى أنا بعتقد هيدا بده، بس نحن المبدأ اللي بدنا نقول، ما بدنا نفوت بالتفاصيل، المبدأ أنه الحكيم اليوم عم بيطالب بحقه الشرعي. هلأ مشحف مش مشحف، بالحق المعترف بالقانون، بده 100% من أتعابه. هلأ على شركة الأسيرانس، هي عند المنتسبين لها، هي تلاقي المخرج يتحملون بلاس. يعني هلأ مش تحملون بلاس، يعني اليوم مثلا اليوم أنا بعطي موافقة مسبقة لمريض بده يفوت التنين يعمل عملية، بدل أتعابي $200 بتجي الشركة بتسكر عنده بالمستشفى، انتهى الموضوع. ما هني الشركات عندهم مكاتبهم بالمستشفيات، هني ما تكون التسديد نقدا غير مؤجل، يعني خلص نحن بدنا أتعابنا قبل ما يفوت على الخروج بلحظتها. أو بيرجعوا بيعملوا اتفاق معنا بيغطوا 100%، ساعتها منرجع مناخد المهلة الزمنية. بس إذا ما بدهم وبعضهم متشبصين بأراءهم وبدهم يضلوا هن الهيئة التأديبية، نحن الحكيم بده أتعابه. نقيب أنت عم تحكي شيء منطقي، ولكن نحن هلأ وجدنا مشكلة، يعني بدأنا من اليوم بعد الظهر، من اليوم يعني والشركات ما راح تلتزم، شو بيصير؟ مريضة ما بيعمل عملية، ما بيدخل، لا يخضع العلاج، ما هي مسؤوليتها. ما هي اليوم استوفت منه بالفريش، صحيح، أخذت منه. هلأ هني بيتزرعوا أنه نحن وطينا لل70% ولل80%، بس أنا بدي أذكر نحن عملنا دراسة من 2010 لليوم أن رفعت بدل البوالس ارتفعت ب109%، يعني انضربت باثنين. يعني اليوم إذا هني رجعوا 30% عن 2019، يعني بعدهم عم بيقبضوا 170% عن 2019، بينما أنا عم بيدفع لي بدل أتعابي على تسعيرة 2010، أنا ما رفعتها بعد، هي زيتها. بقى اليوم هيدي مسؤوليتهم، هن عندهم مسؤولية معنوية تجاه المنتسبين لإلهم قانونية، هن رجال الإدارة. نعم. عليهم هن لقوا المخرج لهذا الموضوع بالقانون. أنا بدي أقول هلأ يعني القضاء مع مين رح يكون؟ لا ما في قضاء، ما في قضاء. نحن بنرجع للقانون الأساسي اللي بيقول الطبيب هو اللي بيحدد بدل أتعابه بيستوفيه من المريض. بس ولكن اليوم المريض اللي هو عنده كونترا مع الأسيرانس، خلي الأسيرانس تجي توقف حده، تلقط له إيده وتفوته على المستشفى وتدفع عنه، شو هالمشكلة؟ هيدي قصة تنظيم، بس قصة إدارة، ما في أسهل منها، رح نتابع. مش هني بيعطوا الموافقة المسبقة؟ نعم. بنفس الوقت بيقدروا يسكروا عن المريض. كل الشركات قادرة اليوم؟ أكيد. في شركات متعثرة؟ أكيد. ما كله في اليوم في 550,000 شخص منتسب للشركات الخاصة، وهودي كلهم دفعوا فريش. طب وزارة الاقتصاد ممكن تدخل على خط الوساطة هون؟ ما بعد إذا صار في مشكلات. هلا نحن منا بعاد، يعني نحن ما النقابة مفتوحة وكلنا، يعني كلنا أصحاب وكلنا، نحن بس نحن برجع بقول نحن على المبدأ إنه اليوم الشركات الأسيرانس كمان إذا بدها تحمي المريض وتقدم له الخدمات بدها تحمي الحكيم. نعم. يعني اليوم إذا حكيمي أنا سافر، كيف مريضهم بده يتحكم؟ كيف بده يقدموا له هالخدمات؟
ما أنا جزء من هيدي وجزء أساسي من الدورة الاستشفائية. يعني هني لازم يركضوا قبل أنا يدفعوا له 100%. رح نتابع معك النقيب البروفيسور يوسف خاش، نقيب أطباء لبنان في بيروت، بعد هذا الفاصل بنرجع سوا. متابعين معكم الإشارة إشارة المخرج باسم جابر، بنتابع مع نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفيسور يوسف مخاش. طبعا مشكلات عم نحكي عنها، وأنا بحب أقول أنك أنت عم تسعى كرجل مطالب وراء الحق وليس أي شيء مادي آخر، بس يعني اقتضى التوضيح. أكيد أكيد، يعني حق الطبيب إذا بدنا إياه يضل مستمر وعايش بهيدا البلد. نقيبنا بصراحتك المعهودة، يعني بعض منتحلي صفة طبيب، ليش النقابة ما بتاخذ صفة الادعاء عليهم، بتوقفهم، بتمنعهم انه يزاولوا مهنة اثنين ثلاثة وغيرها حتى ما نكون متوجهين بمكان ما؟ وقت بنحكي منتحل صفة صار مسؤولية وزارة الصحة، ولكن لانه هم انه طبيب انا بحق لي ينتحل الصفة انا طبيب وتابع الطبيب المنتسب عندي. منتحل الصفة هو مش منتسب عندي بالنقابة، ولكن دورنا كتير كبير. ونحن في عنا لجنة عم بتتابع هيدا الموضوع، وخاصة بالطب والجراحة التجميلية هون، لأنه مع الأسف كنت رح تعملوا مؤتمر هلا. أكيد منتحلي الصفة عم بيروحوا على الاختصاصات اللي هي التجارية والتشويهية، اللي هن والتشويهية التشويهية. بقى نحن هون دورنا كتير كبير، ونحن بتعاون دائم شبه أسبوعي مع وزارة الصحة، ونحن منزودهم بالأسامي اللي بتوصلنا وبالشكاوي اللي بتوصلنا، وهون المسؤولية على وزارة الصحة هي تتوجه كمان مع فرع المعلومات لتوقيف هيدي الأشخاص. وصار في توقيف 3 منتحلي صفة لحد اليوم، ولكن أكيد في عنا توقيف وتسكير عياداتهم، بيرجعوا يفتحوا. هلأ في بعض المواضيع كمان الأشخاص اللي ما بحق لهم يشتغلوا بلبنان، مثل أطباء سوريين. سوريين وعم بيشتغلوا ببعض المستوصفات وببعض المراكز ممنوع، يعني هم ممنوعين لأنه منهم مسجل بالنقابة. منهم مسجل بالنقابة. أنتوا نقابتكم تلزم كل من يمارس مهنة الطب يكون أكيد مسجل عندكم. أكيد، والأجنبي بحق له ضمن شروط معينة بس يكون مسجل بنقابة الأطباء. بس مش بطريقة عشوائية. طب شو سبب التراخي إنه عيادات بتفتح وبتسكر عذرا؟ يعني أنا عم بنقول لك أوجاع الناس. بعتقد الوضع اللبناني بشكل عام، يعني وضع لبنان وهالجمود بالدولة بيحرجك هالشيء؟ أكيد أكيد، مش إنه بيحرجني أنا 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 بيحرجك السؤال تحكي عن هالموضوع؟ لا أكيد لا، يعني نحن بدنا دولة القانون. نحن أنا ما بقى أنا بعرف أنا بشتغل بطريقتين، بالقانون بالقانون وبالعلم. غير هودي ما بعرف اشتغل. يعني انا كيف بدي نظم المهنه، كيف بدي اشتغل، كيف بدي اتطور اذا ما ارتكزت على قانون الاداب الطبيه؟ كل شيء بده تطوير، كله بده يتطور، وعلى العلم. فاليوم في كتير تجاوزات علينا انه كلنا نحط ايدنا ببعضنا. لذلك نحن بعد الاعياد رح ننظم ورشه عمل لتنظيم الطب التجميلي بلبنان بعد رمضان، يعني بعد رمضان مع وزير الصحة، وزير الإعلام، وزير الداخلية، مع النقابات المختلفة، مع لجنة الصحة النيابية، مع النواب الأطباء، لنقدر نلاقي الطريقة والتوصيات لنقدر نطور هيدا. صعبة بتاخد بعين الاعتبار الإمكانيات والوساطات واللبنانيات. مبدئيا ما في غطاء سياسي على هالتجاوزات. كانت صراحة انه العم بيشوه ولا سياسي بيرضى انه يغطي. ولكن نحن علينا، اذا نحن كمان ضوينا على بعض المراكز، كمان بدنا قوى الامن الداخلي اللي عم تقوم بواجباتها ولكن يمكن ما عندها كل الامكانيات، او فرع المعلومات، انه كمان كله هيدا بده تنسيق لحتى نقدر ننظم هيدا القطاع، لانه بالنهاية هيدا وجه لبنان السياحي الطبي. ما هيدا واجهة لبنان، ما نحن كلنا مننبسط انه لبنان ومنفتخر انه لبنان هو مستشفى الشرق. بقى اذا ما اشتغلنا على تنظيم هيدا القطاع وكل القطاع الطبي رح نخسر مركزنا الرائد على الخريطة الصحية بالشرق. طب بهذه الأحوال عند التحضير لأي مؤتمر نقيب، وبصراحتك تأخذ بعين الاعتبارات يعني المواقع والمواقف اللي ممكن ما ننجح فيها لحتى نضمن معالجتها وراء الكواليس؟ صراحة أكيد أكيد، يعني بس أنه بمطرح ما
نعم. لازم نبلش، لازم نضوي على المشاكل أوكي. بطريقة صريحة نعم. صريحة، ونحاول يمكن أكيد مش من بعد ورشة عمل ساعتين رح نحل كل الأمور، ولكن رح نضوي عليها. في مسؤولية البداية. في مسؤولية بتوقع على النقابة نعم. على النقابة، هي تنظيم بيتها الداخلي لأنه كمان نعم. ضمن القطاع الطبي في تجاوزات ما بين الاختصاصات والأطباء نعم. وفي كمان الإعلام والإعلان، هيدا اللي هو ممنوع. حلوة منك. حلوة منك. ممنوع هيدا كمان، بس قائمة لغاية اليوم. في مسؤولية علينا نحن كنقابة، أنا مش عم بتهرب منها، ولكن كمان في مسؤولية على غيرنا، على القضاء، على وزارة العدل، على نعم. وزارة الصحة، وعلى وزارة الداخلية. أوكي. هو ظهور طبيب أو حكيم بمقابلة كان يتطلب يعني إشعار الظهور، هيدا مشرع مشرع للتوعية وللإضاءة على المشاكل، مش ولكن مش للدعاية الشخصية المباشرة أو الغير مباشرة. نعم. هيدي الأمور واضحة. طب نحن هلا اليوم بمرحلة، أنا بلاحظ بكل مقابلاتنا من أول مقابلة عملناها وأنت عينك يعني تصبو للانتشار اللبناني. مزبوط. يعني وقت انفجار بيروت الكل يشيد بدورك وبمهمتك الناجحة جدا جدا، سعيت ورحت على فرنسا وعملت اللي ما بينعمل للبنان. مزبوط. وكان شغلة النقابة كتير مهم، كتير مهم هذه المساعدة. اليوم الانتشار، المؤتمر اللي انت عم تقول بدك تعمله بتموز، شو راح يكون عنوانه باختصار؟ هلا عنوانه هو معا معا، يعني نحن الداخل اللبناني مع الانتشار الطبي بالخارج، الانتشار القديم وخاصة الهجرة الجديدة اللي بتتأقلم يعني بسرعة، يعني نحن كيف بدنا نحافظ عليهم؟ بدنا نحافظ عليهم وقت بنفرجيهم أنه في النقابة اللي هي البيت الأم منسيتون، هي بحاجة لألون، ونحن هون رح نجي نضوي على الإنجازات اللي عم بيقوموا فيها بالخارج، نحن بنعرف قديش عددهم كبير، وعلى الإنجازات اللي عم بيقوموا فيها الأطباء بالداخل نعم. كمان مش بس بالخارج، وهيدا رح تكون مناسبة أنه نخلق علاقات بين الانتشار الطبي والمتخرجين الجدد لنفتح لهم مجال للتعاون، للاختصاص، مش للهجرة للدراسة. مش للهجرة، مش بس أنه عم نعمل، عم نوثق العلاقات بين الخارج. طب بس أنت هلا حكيت من شوي، حكيت بفرح أنه مستشفى لبناني يعني ببرشلونة ببلجيكا ببلجيكا بإدارة لبنانية، شغلة حلوة كتير. أكبر مستشفى يعني أكبر مستشفى 1200 تخت، وأنت اليوم حريص أنه اللبناني يبقى ببلده. فسر لي كيف العلاقة؟ لا نحن اليوم عم نستفيد من هالانتشار. اليوم هني رح يفتحوا لنا مجال بالمستشفى عندهم أنه نخصص أطباء ونمرن أطباء، يعني اليوم يمكن بكرة تتوسع هيدي العلاقة أنه يبعثوا كوادر من هيدي المستشفى للطبب عندنا بلبنان. من الانتشار مين رح يكون فيه الانتشار اللبناني؟ الانتشار في عنا أول شيء مفتوحة لكل الانتشار ببيت الطبيب، ببيت الطبيب، ولكن نحن رح نشتغل بطريقة واضحة مع الجمعيات المسجلة، يعني في عنا جمعية الأطباء الفرنسية من أصول لبنانية بفرنسا، عنا نفس الشيء ببلجيكا، عنا بألمانيا، عنا بكندا، بأمريكا، بأستراليا وبالبرازيل. هودي جمعيات عمرها عقود وكلها بدنا نجيبها على لبنان لحتى نشتغل معه. نائب يعني وصلنا لمحطة الختام، بدي أقول موضوع غسيل الكلى، يعني أعلن يعني باليوم العالمي للكلى، من يومين كان ضيفنا يعني رئيس الجمعية اللبنانية دكتور نجم لأمراض الكلى والغدد، عم بيقولوا أنه من لوكينز من 15 رح يبلشوا يدفعوا المريض فرق، وأنا وقت اللي سألت مش فرق هي يعني بنرجع لنفس القصة اللي نحن مشكلتنا مع شركات مدفع 500 ألف مبدئيا مع شركات الأسورانس. نعم. اليوم نقابة المستشفيات هلا في كان مفاوضات إلى أشهر مع وزارة الصحة، وكلنا بنعرف إنه نعم. هالمستلزمات اللي تستعمل هي على عات مستوردة على عاتق المستشفى، الأدوية على عاتق المستشفى، اللي صار إنه الوزارة قامت بجهود وصارت تعلي التعريف. الجلسة من 1,200,000 صارت 1,500,000 تدريجيا، بدل أتعاب الطبيب من 200,000 صار 500,000، ولكن المشكلة وين؟ أنه هيدي بعد أرقام على حبر على ورق لهلأ. هلأ الضمان والوزارة عطت شوية سلفات، ولكن مجمل المدفوعات بعد حبر على ورق،
ساعة بوزارة الصحة، ساعة بوزارة المالية، ساعة بال هلا موعودين بقرار من الوزير. هلا شو صار؟ شو صار؟ شو صار؟ اجت نقابة المستشفيات قالت اليوم أنا كلفة هيدي الجلسة $59. يا عمي أنا ما فيني أعمل جلسات على الفريش؟ على الفريش، هي حقها هالقد، هي بتكلف هالقد $59 كل جلسة؟ كل جلسة. المريض بده 13 جلسة بالشهر. بعرف بقى، يا وزارة يا قيمين يا مؤسسات ضامنة، تفضلوا. أنا اليوم في حدا بده يغطي لقدر استمر. هيدي المشكلة. واليوم كمان الطبيب اللي هو بيطلع له 20% من هيدي الجلسة هو كمان عم بيطالب بحقه. طب ما أنا كمان بدي استمر بالحياة واستمر أقدم هالخدمات. بقى هون نحن في مفاوضات جدية مع وزارة الصحة، وناطرين الوزير أنه يرجع من السفر لنلاقي المخرج، لأنه فعلا هودي يمكن أضعف حلقة مرضى غسيل الكلى، ونحن مش رح نقبل، ما حدا ولا طبيب بيقبل أنه يوقف بمعالجتهم، ولكن بدنا نلاقي مخرج. يعني نحن يعني خلي كل شخص يحط مطرح الجهة الأخرى. بإطار المشاكل اللي حكينا عنها، بعد في شيء نسيده؟ المشاكل كتار، ولكن ما نضل هيك إيجابية لنلاقي حلول. أنا بدي أشكرك البروفيسور يوسف فخاش، نقيب أطباء لبنان في بيروت. يعطيك العافية ومرسي لكل المشاهدين. شكرا سيدي. أصدقائي نحن لهون بكون وصلنا لختام حلقتنا. لقاءنا بيتجدد معكم يوم غد بنفس الموعد عبر تلفزيون لبنان، الشاشة اللي دايما بتجمعنا. إلى اللقاء.